أكيد راح ننطلق في ساعتنا الرابعة من صباحكم سعودي. سؤال يطرح بشكل كبير، الفرق بين القائد وبين المدير، إيش الفرق بينهم اثنينهم؟ ممكن تتشابه وظائف القائد والمدير إلا أن لكل واحد منهم صفات محددة تفرق بينهم، فليس كل قائد مدير ولا كل مدير قائد. وخلينا نقول هنا أنه لا يمكن الاستغناء عن كلا الطرفين، فكلهم عندهم وظائف يؤدونها ومهام يؤدونها تؤدي إلى نجاح العمل. ولكن إيش هي أبرز الفروقات بين القائد والمدير؟ خلوني أقول لكم عنها. القائد يخلق رؤية والمدير يضع أهداف. يرسم القائد طبعا دائما صورة لما يدور في ذهنهم، ويشاركون الآخرون طبعا في تحويل هذه الصورة لرؤية يمكن تحقيقها على أرض الواقع. أما المدير يركز على أهداف محددة ممكن يقيسها ويتابع إنجازها وتحقيقها وفق خطة موضوعة ومرسومة. القائد يبحث عن التغيير، المدير يحافظ فقط على النظام المحدد. يبحث دائما القائد عن أحداث التغيير والابتكار وتبني أفكار جديدة في العمل، حتى لو أنه ما يراد تغييره في النظام كان يظهر بصورة ناجحة، لكن دائما يسعى للتحسن، ويفضل طبعا إيش التغييرات اللي تحسن بيئة العمل. أما المدير يفضل عدم إجراء أي تغييرات جوهرية على نظام العمل ما دامت تظهر نتائج مقبولة بالنسبة له. أخيرا وليس آخرا، القادة فريدون والمدراء متشابهون. دائما القائد تلقاه فريد من نوعه، مبتكر، ذكي بزيادة، يحاول ينقل بيئة العمل من مرحلة لمرحلة. المدير لا، يحافظ على الوضع، حتى يعني خلينا نقول من المدير السابق اللي قبله، يحافظ على بعض الأشياء ويغير الأشياء البسيطة. يتحمل القائد خوض المخاطر، المدير يحاول يتجنبها. المدير يبغى كل شيء يمشي على ما يرام، ما يبغى مخاطر، مع أن هذا شيء منافي لطبيعة العمل، ولكن القائد عادي يسوي الشيء ويتحمل المخاطر مهما كانت الأمور، قد تكون خطيرة وقد تنقل الشركة والمؤسسة من مرحلة إلى مرحلة جميلة بشكل مطبيعي. هذا هو الفرق بين القائد والمدير، فأنت أي واحد فيهم؟